أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من اتهم زوجة أي نبي من الأنبياء بأنها زانية أو خائنة؟ يكون كافرا والعياذ بالله. اللي يتهم زوجة نبي من الأنبياء أنها زانية هذا كافر بالله عز وجل، كافر بالله. والذين اتهموا مريم عليه السلام وهم اليهود اتهموها بالزنا وقالوا إن عيسى ابن زنا هذا كفر فظيع والعياذ بالله. وكذلك الذين اتهموا عائشة أم المؤمنين، من اتهمها ولم يبرئها مما برأها الله منه فهو كافر بالله عز وجل. نعم.